من اخبار النادي الاهلي نروح نكمل بقى ونروح لاخبار الرياضه في المواقع والصحف المحليه والعالميه. وزميلتنا نورهان تمام مراسله قناه الاهلي وهي موجوده دلوقتي في جريده اليوم السابع. يعني نورهان بصبح عليكي في البدايه وعايزه اعرف منك كده اخر الاخبار المختلفه، وكمان عايزين نركز على خبر كريستيانو رونالدو، فكره هنا الهجوم اللي عليه بسبب عدم التزامه بالاجراءات الاحترازيه وفيروس كورونا. اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند وصباح الخير يا كريم. هو يمكن خبر كريستيانو رونالدو يمكن ما حضرناهوش النهارده، ولكن يعني لو انتوا حابين تسالوا في اي حاجه احنا هنا من مقر جريده اليوم السابع زي ما عودناكم لنقل الاخبار المحليه والعربيه والعالميه، وكمان زي ما عودناكم قبل ما نروح لاخبارنا هنفكركم بابرز مباريات اليوم. النهارده عندنا الجوله الثانيه من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا الساعه 8 الا 5 لوكوموتيف موسكو هيواجه بايرن ميونخ، وفي نفس التوقيت شختار دونيتسيك الاوكراني هيواجه انتر ميلان الايطالي. اما الساعه 10 في اتلتيكو مدريد هيواجه سالزبورغ النمساوي، وبروسيا مونشنج جلادباخ الالماني هيواجه ريال مدريد الاسباني، وبورتو البرتغالي هيواجه اولمبياكوس اليوناني، ومارسيليا الفرنسي هيواجه مانشستر سيتي الانجليزي، وليفربول هيواجه ميتلاند الدنماركي، واخيرا اتلانتا الايطالي هيواجه اياكس امستردام الهولندي، وكل دول هيكونوا الساعه 10 مساء. اما على المستوى على الصعيد العربي ففي نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين النهارده مباراتين هامتين جدا، الساعه 5 الا 5 الهلال هيواجه ابها، والساعه 7 ونص الاهلي هيواجه النصر. ومن موقع اليوم السابع، كورونا تحدد موقف حضور الجماهير في مباراة مصر وتوجو. كشف مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني عن رغبة قوية من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وبالتعاون مع وزارة الرياضة والجهات الأمنية لحضور الجماهير المصرية لمباراة مصر وتوجو في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022، ودي اللي هتكون مقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة. ولكن طبعا موقف انتشار فيروس كورونا من عدمه هو اللي هيحدد حضور الجماهير. ومن موقع سوبر كورة، أسوان يراجع عروض الصيف مع سامي الشيشيني ويكتفي برحيل 3 لاعبين. موقع سوبر كورة نقل عن إدارة فريق نادي أسوان عن رغبة مجلس الإدارة في عدم التفريط في العدد يعني عدد أكبر من اللاعبين، خاصة بعد ما تلقى 6 لاعبين دفعة واحدة عروض للرحيل عن الفريق. وكشف أو أكد مجلس إدارة نادي أسوان عن طريق موقع سوبر كورة إنهم هيرفضوا كل هذا العدد والاكتفاء فقط بثلاث لاعبين، ولن يكرروا أخطاء الماضي على حد قولهم بالتنازل عن 12 لاعب أثناء يعني لما كان كابتن عماد النحاس بيقود الفريق. ومن موقع يلا كورة، البدري يستقر على الشناوي وأبو جبل ضمن رباعي حراس المنتخب. نقل موقع يلا كوره في يعني تقرير خاص لي انه الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر حدد 4 حراس لمنتخب مصر للانضمام الى معسكر توجو المقرر اقامته في شهر نوفمبر المقبل، وهم كل من محمد الشناوي طبعا حارس مرمى النادي الاهلي، ومحمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، ومحمود بسام حارس مرمى نادي طلاع الجيش، ومحمود حمدي حارس مرمى مصر المقصة. وفي حاله لا قدر الله اصابه اي من الحراس سيتم ضم حارس المرمى محمود جاد حارس مرمى نادي انبي. ومن موقع في الجول، المدير الفني لنهضة بركان، كان من المستحيل لنا الخسارة في نهائي الكونفدرالية مرتين متتاليتين. أكد طارق السكتوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي أنه كان من المستحيل خسارة الفريق لمباراتين متتاليتين في نهائي البطولة الكونفدرالية الأفريقية. طبعا زي ما احنا عارفين نادي نهضة بركان حقق البطولة على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز في الوقت الأصلي في المباراة النهائية بهدف دون رد، وكان الفريق المغربي خسر نهائي النسخة الماضية أمام الزمالك بركلات الحظ. وكمان أكد السكتوي في تصريحاته اللي نقلها موقع في الجول انه درس الخصم بشكل جيد والتحضير الجيد للمباراه النهائيه هو اللي خلاهم يفوزوا بالبطوله. ومن موقع سبورت 360، تصرف مفاجئ من احمد موسى في كواليس رحيله عن النصر.
موقع سبورت 360 أكد أنه اللاعب أحمد موسى النيجيري قبل رحيله عن النصر قام بجلسة ودية مع مجلس إدارة نادي النصر السعودي، واتفق فيها أنه هو هيتنازل عن أكثر من 50 مليون ريال من مستحقاته. وأشاد موقع سبورت 360 بتصرف اللاعب خاصة بعد ما قرر مجلس إدارة نادي النصر التخلي عن اللاعب، واكتفى فقط بمطالباته بشهوره المتأخرة ومستحقاته المتأخرة ومكافآته حتى شهر أكتوبر الجاري، واللي تقدر بقرابة 15 مليون ريال. ومن رويترز، مدرب ويست بروميتش مصدوم بسبب أحمد حجازي. قال سلافن بليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي أنه هو مصدوم من خبر رحيل المدافع المصري أحمد حجازي إلى اتحاد جدة السعودي. وطبعا زي ما احنا عارفين رحل عن طريق الإعارة ومع إمكانية انتقاله بشكل نهائي في الموسم الجاري. وقال المدير الفني لويست بروميتش أنه اللاعب كان من أهم عناصر الفريق وأنه كان بيعتمد عليه بصورة دائمة في المباريات الأخيرة، خاصة أنه كمان اللاعب كان من المفترض، على حسب قول المدير الفني لفريق ويست بروميتش، أنه اللاعب كان من المفترض أنه هو يقعد على الأقل الأسبوع دوت وما يرحلش عن الفريق قبل مباراة برايتون الأخيرة. ولكن أنه قرار رحيل اللاعب المفاجئ، يعني قال أنه هو كان رحيل صادم بالنسبة له. وأخيرا راموس غير راضي عما يحدث معه. من موقع كورة نقل في تقريره أنه اللاعب الإسباني والقائد الإسباني المخضرم سيرجيو راموس غير راضي عن تعامل مجلس إدارة نادي ريال مدريد معه في الفترة الأخيرة، خاصة وأنه عقد اللاعب يعني قرب ينتهي ويحق له الرحيل مجانا في يناير المقبل. كمان ذكر موقع كرة في تقريره أنه يعني آخر اتصال بين الطرفين كان في الصيف الماضي، وطبعا يعني كان بس بشأن تحديد حسن النوايا ما بين الطرفين. ولكن راموس غير راضي حتى الآن عن عدم يعني حديث أي حد من الإدارة معه بشأن التجديد. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.